ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء، صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وعفونا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، اغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا ولا تعتك أعنا بكل خير وفقنا وعن بابك فلا تطردنا. اغفر لنا ذنوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى وعملنا بطاعتك ما أبقيتنا واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واصلح ذات بيننا وألف في طاعتك وطاعة رسولك بين قلوبنا. اللهم جمل أحوالنا سدد أقوالنا واصلح أعمالنا طهر قلوبنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا واشف مرضانا واقض بفضلك ديوننا واصلح بكرمك شؤوننا واجعل إلى رحمتك ورضاك في دار كرامتك منقلبنا ومصيرنا ورجوعنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا من بلائك وقنا في قضائك وأبدنا ما وابته لأوليائك ووزعنا شكر نعمائك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وقد قبلت اليسير من أعمالنا. يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم اغفر بكرمك وجودك لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمشائخنا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم
اللهم فارق الفرقان انزل القران الحكمه والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم فارق الفرقان انزل القران الحكمه والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم فارق الفرقان انزل القران الحكمه والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان واعده علينا وعلى جميع المسلمين سنين بعد سنين اعواما بعد اعوام سائلين لا منتكسين راضين غير ساخطين مجتمعين لا متفرقين مقبولين لا مطرودين وعلى طاعتك اعنا يا رحمن الهنا فتعرض لك في هذا الشهر الكريم ورب في جودك ومعروفك الطالبون لك في هذا الشهر نفحات وعباد ومواهب وعطيات تجود بها على من تشاء لعبادك لعن اللهم ووالدينا والحاضرين ووالديهم وجميع المسلمين ممن سبقت لهم منك العناية نحن دعوناك كما أمرتنا استجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ميعادنا عند الجنة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم إن لك في هذا الشهر متقاء ورقاء وقذاء وسراء وجراء ومناء من النار اجعلنا اللهم لنا والوالدين والحاضرين ووالديهم وجميع المسلمين من عتقائك من رقائك من نقذائك من وجرائك من وسرائك من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار سالمين اللهم اجرنا من النار سالمين وادخلنا الجنة آمين واكفنا شر مصائب الدنيا والدين امنعنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اذكر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارجع عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووالدينا والحاضرين ووالديهم ومشائخنا وجميع المسلمين من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا ذلك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين اللهم اغننا بالعلم وجنبنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافيه اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة